القياس تقصد؟ نعم، القياس هو تشبيه حكم بحكم بعلة جامعة، فيقول هذه المسألة تشبه هذه المسألة فلتأخذ حكمها، فلتأخذ حكمها. فهذا باختصار هو القياس. ومثال على ذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة، قال إنها ليست بنجس، ثم علل وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني كثيرة التطواف في البيت. فيأتي آخر يعني رجل فيقول مثلا، خاصة بيوت قبل، أبو عبد الله معانا؟ أبو عبد الله إيه، بيوت قبل الفيران يعني ماخذ راحتها شوية ولا لا، والعرائص وهذا يعني ماخذ راحتها بالبيوت زين. فقالوا الفار أيضا من الطوافين عليكم والطوافات لكثرتها في البيوت. طيب، فقال بعض أهل العلم الفار ليس بنجس. كيف؟ قالوا قياسا على الهرة، لأن الفار أيضا من الطوافين عليكم في البيوت والهرة كذلك، فقياس الفار على الهرة بحكم العلة واحدة، وهي طوافون وطوافون، فالعلة واحدة إذا الحكم واحد، فيسموه قياس فرع على أصل في حكم بعلة جامعة. وضح؟ جميل، نعم.